كما تعلمون أن الجبهة صرحت بواحد الشكل نضالي، برنامج نضالي سطراته خلال هاد اليومين. من بين هاد الأشكال النضالية كاين مسيرة مبرمجة في مدينة أكادير، لكن فوجئنا ب على ما أظن أنهم غادي باغيين يمنعوا، جا القرار ديال المنع ديال المسيرة. احنا لحد الساعة مازال ما عرفناش غنديروا، ولكن نحن مع هذه الظروف وهذه الأحداث التي تمر منها غزة مصرون ومستمرون على جميع الأشكال النضالية. دابا هذه المسيرة الثانية اللي كانت منعوا فيها، المسيرة الأولى اللي كانت مبرمجة في سوق الحد، دابا هذه المسيرة الثانية، خصوصا أن كانت مسيرة اللي هي جواب كافي وشافي، مسيرة مليونية اللي كانت نهار 15 بالرباط، كانت معبرة بأن الشعب يريد إسقاط التطبيع، وطالب الشعب بغلق مكتب الاتصال، وطالب الشعب بقطع الاتصالات وكل الاتفاقيات مع هذا الكيان المغتصب. لذلك فنحن مصرون في أشكالنا النضالية، وتحية للجماهير الحاضرة هنا، وكلنا فداء لغزة الصامدة. حنا جينا هنا اليوم تلبية لنداء الجبهة المغربية لمناهضة التطبيع، جينا باش نحضروا المسيرة تضامنية مع القضية الفلسطينية، إلا أننا كنتفاجئوا بالمنع من طرف القوى الأمنية. حنا جينا هنا فقط باش نوصلوا الدعم ديالنا والصوت ديالنا للفلسطينيين والناس في غزة، ونقول لهم أننا حنا هنا معكم، ولكن للأسف مع كامل الأسف تعرضنا للمنع من طرف الأمن الوطني. أشكالنا النضالية، حنا ديما مساندين القضية الفلسطينية، وفي كل نداء كيوجهوا لنا باش نحضروا ونساندوا القضية الفلسطينية، فحنا ديما حاضرين. جئنا لنندد باتفاقية التطبيع المخزية واتفاقية العار التي أقدمت عليها الدولة المغربية، وكذلك بصفتي من سكان هذه مدينة أكادير، فنحن نرفض رفضا تاما أن استغلال كل ما يمث به الأمر بثقافة الأمازيغية أو بأنها ثقافة مطبعة، ثقافة مع الصهاينة. فالأصل هي أن هذه المدن الجنوبية ومنها أكادير هي من المدن التي تحارب التطبيع وتقف ضد التطبيع. هناك أمور تروج بأن هناك مراكز بحث ومراكز بحث أمازيغية تمويلها صهيوني، وهذا لا أساس له من الصحة. فالأمازيغ وأصلهم وأجدادهم مع القضية الفلسطينية ومع كل أحرار العالم وعم كل قضية عادلة، فماذا بها بهذه القضية وهي أعدل قضية في الكون وهي القضية الفلسطينية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.